لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وليد الفراج يقف افتخارا بجماهير الترجي بطريقة تشجيعها بعد الفوز على الأفريقي في مباراة نارية ومباراة حسم التتويج، والذي ستصعب الأمر على الفرق الثانية. مباراة نادي الترجي والذي فاز فيها على الأفريقي التونسي، والذي هو المواجه الأصعب للترجي في كل البطولات والنجم الساحلي أيضا، حيث أن المباراة ظهر فيها جماهير عدد كبير جدا من جماهير الترجي، وهي مباراة حسم الدوري للترجي. ولكن علق وليد الفراج الإعلام السعودي الكبير قائلا: نقف افتخارا لهذا الجماهير العظيم وطريق التشجيع الذي تواصل 90 دقيقة ولم يخرج عن النص، وهذه هي أفضل مباريات الترجي من ناحية الجماهير، والذي كان واثقا في فريقه إلى نهاية المباراة رغم الفوز بنتيجة 1 فقط. ولكن نادي الترجي نادي كبير و لديه جماهير كبيرة على أعلى مستوى، وطريقة التشجيع هي ما نريدها في جميع مباريات الدوري السعودي أيضا وكل الدوريات الكبرى.